دي افكاركم او ده اللي وانتوا بترسموا اللوحه بتبقوا قاصدين انه انا دلوقتي عايزه ارسم لوحه عن السعاده، بتبقي قاصده انه يعني خلاص هبدا اللوحه وهو ده الكونسبت اللي انا هشتغل بيه؟ بالنسبه الفنان متهيألي اي فنان في الدنيا مهما عنده تصور هو بيعمل ايه، لازم برضو حاجه هتفاجئه، لازم حاجه بتطلع. ده بقى بيبقى الجزء اللي خاص بالسبكونشس زي اي نوع من انواع الفنون والابداع. بالظبط، جزء مقصود وجزء تاني بيبقى لازم يبقى تلقائي. ما ينفعش ابقى قصد كل حاجه والا يبقى حاجه محفوظه. لازم في حاجه في العمليه الابداعيه لازم حاجه تفاجئني انا نفسي اتفاجئ من اللي طلع. طيب الى اي مدى بتتفاجئي؟ لا مش يعني بتهيألي كل بقى ما الواحد بيبقى بيشتغل بشكل مستمر يوميا مثلا او بشكل انت مستمر. بترسمي كل يوم؟ الى حد كبير كل يوم بترسمي؟ يعني بحس ان انا في حاجه غلط لما ببقى مش برسم بجد. ده زي ما احنا كل يوم مثلا بنطبخ مثلا بالظبط كستات او زي يعني بالظبط بنعمل انشطه تانيه، انت كل يوم بترسمي؟ ايوه بترسمي كل يوم؟ هو طبعا انا كنت برسم كل يوم اه بما ان عندي بيبي لسه 7 شهور ربنا فاستحال اعمل ده مبروك. دلوقتي بس كنت في الاول بترسمي برضو كل لازم يوم. حتى انا يعني شغلي مع الطلاب بتوعي انا بقعد ارسم معاهم، حتى دلوقتي مش متاح ان انا ارسم بشكل يومي في 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 الاتيلي بتاعي مثلا، لا انا ممكن ابقى في الشغل بتاعي في وسط الكليه ومع الطلاب بتوعي اقعد ارسم معاهم، يعني وات ايفر مثلا ورشه عمل اقعد معاهم ارسم، فده في حد ذاته جميل وبيطلع طاقه يعني بيخلي الواحد يفكر من اول وجديد. هل برضو بتبقي في دماغك الفكره؟ يعني انا دلوقتي عايزه ارسم فكره عن التهميش. دي بتبقى في دماغك هي انا انا بالنسبه لي بعمل سكتش قبل ما ابدا ارسم. سكتش ده هو اللي حضرتك لسه بتتكلمي فيه، اللي هو ايه فكره معينه جات لي فانا لازم احطها على يعني مسوده كده سكتش صغير. يعني انا وانا بسمعك بفتكر مثلا لما حد يقول يعني احنا مثلا في شغلنا في الصحافه طول الوقت لو جات لي فكره لازم اقعد اكتبها بالزبط. علشان افتكر بعد كده ازاي اطور الفكره دي. فنفس الفكره في الرسم هو بالظبط زي الشعر زي الشعر او يعني النثر او اي حاجه او زي الصحافه او زي الصحافه بالظبط. ففي الاول كده وبعدين ابدا بقى ما اجي ارسمها فعلا على المساحه اللي انا عايزاها واحضر ادواتي بقى واستخدم الادوات، بيحصل بقى اللي ايه اللي دكتوره اسراء بتتكلم فيه، ان انا بتفاجئ فبيظهر حاجات فبيحصل معالجه فنيه، ببدا ان انا اكتشف مثلا خامه معينه عايزه اضيفها زياده فبيحصل بقى ايه يعني كان اللوحه بتكلمني ابدا ان انا لا بتقولي لا ضيفي كذا، مش انا بس اللي بتكلم، لا هي كمان بتتكلم.